والآن أدعو فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة لإلقاء كلمته فليتفضل. Merci beaucoup. Vous me donnez la parole. أن أعطائي الكلمة. بسم الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سماجستي الروا سلمان بن عبد العزيز. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية سعادة أصحاب السعادة والسمو السيدات والسادة رؤساء الدول ورؤساء الوفود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أشكركم شكرا جزيلا وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجميع السلطات السعودية لدعوتنا إلى هذه القمة وكل الإجراءات التي اتخذت لوصولنا هنا في الظروف في أحسن الظروف. هذه القمة الطارئة هذه القمة غير العادية لتدعونا للرد على أو للاستجابة إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأراضي الفلسطينية والذين بسبب الوحشية التي تعرضون إليها وهم ضحايا هذه والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعرف جميعا منذ 15 عام فإن القطاع غزة يعيشون في عدد قليل من الكيلومترات في هذه الوحشية وفي هذه الظروف القاسية والغالبية العظمى منهم أطفال ونساء والتصاعد العنف منذ أسبوعين وأنتج الملايين من الضحايا من الأطفال ومن النساء والكثير منهم تحت الأنقاض وهناك الإزالة للبيوت والعمارات والمربعات السكنية وأيضا منذ عدة أسابيع وأكثر من مليون غزاوي قد تركوا من سكان غزة قد تركوا وقد هجروا من أماكنهم إلى أماكن أخرى من بسبب وحشية الاحتلال الإسرائيلي. أخشى من عدم قدرتنا كمجتمع دولي أن نفرض على دولة إسرائيل عدم احترامها للقانون الدولي وأيضا عدم حث المؤسسات الدولية للاستجابة وأيضا حق الدفاع عن النفس لا يسمح لها أن تقوم بتدمير كل هذه الشعوب وكل هذه الأشخاص وأيضا قصف المستشفيات وحرمان الشباب وحرمان الأطفال من الحياة والقضاء على الأطفال. لذلك فهذه دعوة إلى جميع الإنسانية لأننا جميعا مؤمنون فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يجب أن يستمر. 75 عاما هذا كثير جدا. دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 بجانب دولة إسرائيلية فإن هذا يمثل نهاية الاحتلال. لنعمل إذن السيدات والسادة لأجل الكرامة الإنسانية بغض النظر عن اعتقادات الناس فنحن لدينا جميعا كل الحيوات كل الناس لديهم نفس الحقوق الحقوق الإنسانية وكما تعلمونها في المدارس. العالم يرى غزة تعاني أطفال غزة ينادون لنستمع إلى صراخهم في وسائل الإعلام في هذه القاعة فهناك الكثير فنحن عددنا كثير جدا من رؤساء العالم
فلابد أن ننادي على المجتمع الدولي لوقف هذه المذابح باسم أطفال غزة وباسم إخوتنا وباسم إنسانيتنا. فلابد أن تحل الأفعال محل الكلمات والوضع حل إلى هذه المذابح إذا أردنا أن نحافظ على السلام والاستقرار في بلادنا في العالم وفي بلادنا أيضا. أشكركم شكرا جزيلا.